بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب في الاقتصاد في العبادة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قال النووي رحمه الله: قوله الدين هو مرفوع على من لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. قال: وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستردون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب في الاقتصاد في العبادة، وقد مر علينا أن الباب الذي قبله باب كثرة طرق الخير، والجمع بينهما أن الإنسان يكثر من طرق الخير ما استطاع، ولكنه لا يشق على نفسه، بحيث يهلك نفسه بأن يجعل وقته دائما في الطاعة والعبادة فيهلكها بالطاعة والعبادة. وهذا الكلام يقال لمن أكثر من العبادة والطاعة، أما من كان مفرطاً وليس عنده من الأعمال إلا القليل إنه لا يقال له مثل هذا، لأن بعض الكسالى يستدل بهذه الحديث على كسله وعجزه، فيأتي بهذا الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، على عجزه وكسله. فليس هذا المراد، ليس المراد أنك تترك الطاعة والعبادة وأنك تقلل من أعمال الخير، لا، أنت مطالب بكثرة الخيرات وكثرة الحسنات التي ترجح بها الموازين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن المراد في هذه الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير والقصد لمن شق على نفسه بالطاعة والعبادة وأهلكها بكثرة العبادة والطاعة، فعند ذلك يقل سيره أو ينقطع سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فيقول النبي في هذا الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، لأن الدين طرقه كثيرة وأعماله كثيرة جدا، فلو أن الإنسان أراد أن يأخذ بها كلها ويشغل الوقت كله بهذه الأعمال لا أتعب نفسه ولم يحصل على مقصوده، ولكن لو سار إلى ربه سبحانه وتعالى بطريقة لا يمل فيها من العبادة ولا يجهد نفسه ولا يتعبها، فإنه بإذن الله يصل إلى مقصوده بكل يسر وسهولة، لأن الله عز وجل يسر لنا الوصول إلى الطاعات والقربات. فإن المسلم منذ إصباحه إلى مسائه ومن مسائه إلى إصباحه والخيرات أمامه من الطاعات والقربات، والموفق من وفقه الله. ولذلك قال النبي بعد ذلك: فسددوا وقاربوا، فدل قوله صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا على العمل، يعني لابد أن نعمل. فلا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لو شد الدين أحد إلا غلب أننا لا نعمل، لأنه قال بعدها: فسددوا وقاربوا. ما معنى سددوا وقاربوا؟ يعني اعملوا العمل على وجه السداد والكمال، فإن لم تستطيعوا على السداد والكمال فقاربوا من السداد والكمال. وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على إحسان العمل الصالح، فإما بالتسديد الكامل وإما بمقاربة السداد والكمال.
قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة والروحة أول النهار وآخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة هي الليل وتطلق على آخر الليل. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أنه يريد بذلك أننا نستعين على طاعة الله عز وجل بأذكار الصباح وأذكار المساء وقيام الليل. لأن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل وأكثر من الأذكار في الصباح وفي المساء، وقام بالأذكار المشروعة وقام الليل، فإن هذا مما يعينه على بقية الطاعات، وأيضا مما يعينه على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي خصص هذه الأوقات، قال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وانظر في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وشيء من الدلجة، ولم يقل بالدلجة كلها. والمراد هنا والله أعلم أن الإنسان يجعل هذا الليل مقسما، شيء لطاعته وعبادته وقيامه، وشيء لنومه وراحته وأهله. ولذلك قال: وشيء من الدلجة، قال: اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. فالمسلم عليه أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى على جناح الخوف وجناح الرجاء، فيكون في طاعته وسيره إلى ربه خائفا من الله، راجيا لثوابه، مقتصدا في عمله، لا إفراط ولا تفريط، وعند ذلك يبلغ المراد منه وما أمره الله به سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا ألا نشق على أنفسنا، وإنما الإنسان يعمل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان عليه أن يعمل ولكن بقدر استطاعته. وهذه النفس كالراحلة، هذه النفس كالراحلة التي يمتطيها الناس، والراحلة لها وقت نشاط ولها وقت فتور، والحاذق هو الذي يستغل وقت النشاط فيسرع بهذه الراحلة، وإذا جاء وقت فتورها جعلها تنوخ وترتاح حتى تواصل سيرها بعد ذلك بنشاط وقوة. وكذلك هذه النفس إذا كان لها نشاط فبادر وأسرع وأكثر، فإذا فترت فإنك تعطيها شيئا من الراحة حتى تقبل بعد ذلك بقوة وإسراع إلى الخيرات، وهكذا. فهذه النفس كالمطية التي يمتطيها الناس، فأنت تقدر هذه النفس في نشاطها وفي كسلها وفي عجزها وفي فتورها، ولكن على الإنسان لا يدخل عليه الشيطان فيكسله عن العبادة مطلقا، وإنما هذا المراد به أن الإنسان يعني يرتب نفسه ويرتب وقته ويرى في نفسه في نشاطها وفي فتورها. فالنبي عندما دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فإذا فترت تعلقت به، يعني إذا تعبت تعلقت به حتى تكمل قيامها. وهذا فيه حرص أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين رضي الله عنهم على الطاعة والعبادة. ولذلك انظر كيف كانت تصلي رضي الله عنها، كانت تصلي وترجع علها الحبل حتى تمسك به ولا ترقد، هذا من حرصها على الطاعة والعبادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالدين اليسر الذي ليس فيه الحرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا
ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. والعلة في هذه ذكرها النبي في الحديث الآخر، قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذه هي العلة، أن الإنسان إذا تعب في الصلاة وجاءه النعاس فإنه يذهب ويرقد ويعطي هذه النفس راحتها، لأنه قد يريد الاستغفار فيسب نفسه، فقد يقول بسبب نعسه في صلاته: اللهم ادخلني النار، بدلا من يقول: اللهم ادخلني الجنة، لأن عقله ليس كاملا والحالة هذه. فالإنسان عليه أن لا يشق على نفسه في مثل هذه الحالة. ولكن لا يأتي رجل مثلا يعني يصلي ركعتين أو ركعة ويوتر ويقول: والله هذا تعب. يعني هذا الكلام يقال في من أكثر من الصلاة وأكثر من القيام وأطال القيام، هذا يقال له مثل هذا الكلام. لكن رجل يصلي ركعتين ولا أربع ويقول أنه تعب وأنه عجز وأنه كذا، لا، هذا لا ينطبق عليه، لأن هذا عمل يسير. ولكن هذا يقال لمن شق على نفسه في الطاعة والعبادة. آخر ما عنا ونختم به، قال: عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قصدا أي بين الطول والقصر. هذه صلاة النبي وهذه خطبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا، يعني ليست طويلة وليست قصيرة، وإنما صلاة متوسطة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطال صلاته إطالة شاقة فهو مخالف للسنة، ومن أطال خطبته إطالة شاقة فقد خالف السنة. ولذلك الهدي كله وخيره في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى المرء فليصلي كما صلى الرسول. وليس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والعاجز وذا الحاجة. وأنس رضي الله عنه قال: ما رأيت صلاة أخف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وكان يقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأواسط المفصل، ويقرأ ومن هدي كان يقرأ سورة كاملة. يعني إذا صلى الفجر وقرأ بطوال المفصل مثلا يقرأ بسورة قاف كاملة وسورة الواقعة كاملة. فهذه الصلاة هل تعتبر تطويلا أو تعتبر تخفيفا؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر تطويلا، فالنبي الذي أمر بالتخفيف وهو أخف الناس صلاة كان يصلي هذه الصلاة. فلذلك المسلم عليه أن ينظر في سنة النبي كيف صلى وكيف خطب، لأن بعض الناس الآن لو قرأت به صفحة في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر قالوا: هذا طول علينا. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم العاجز والكبير وذا الحاجة، من أما الناس فليخفف. نعم، نخفف كما خفف الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة دائما سورة السجدة والإنسان، ولم يتركها، وهذا يعتبر من التخفيف وليس من التطويل. فإذا المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا بين التطويل وبين التخفيف، وخطبته قصدا بين التطويل وبين التخفيف. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي في حديث آخر: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني دليل على فقهه. وبعض الناس الآن يخالف هذه السنة، فتجده يقصر الصلاة تقصيرا مخلا، يقرأ فيها قصار الصور، يقرأ الإخلاص والناس، ويطيل الخطبة ساعة كاملة. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة، يعني دليل على فقه الإمام. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذه الأحاديث التي ذكرناها أن الإنسان يسير إلى ربه عز وجل بطريقة لا تجعله يمل ولا يسأم، وأيضا بطريقة لا تجعله يعني يشق على نفسه في الطاعة والعبادة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره
وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.